تيتا، قلتي لي مرة انه عندك اخت، شو كان اسمها؟ سميتك على اسم مريم. مريم يا حضرة. الحرب مثل اللي بيطلع من الجنة، كل الطرقات بتوصلوا على جهنم. أخبار الشام ما بتطمن أبداً. الناس ميتة من الجوع، عم تقتل بعضها مشان لقمة الأكل. كل هالمالين من العسكر العصملي، فرص على قلب الطين إذا ما طالعناها بتموت. الناس عم بتموت وما حدا سائل. هاي الحرب مو مثل غيرها. كل الدمار اللي شايفه حواليك بيتصلح، بس الخراب اللي دمر الناس من جوا كيف بده يتصلح؟ سألتك اليوم أنا وحسن، الواحد يموت مشان بلده ولا يعيش مشانه؟ مو انتو ما بدكن ياها؟ أنا بدي أخذها معي على مسؤوليتي. مريم لا تفضحينا وتبهدلينا قدام الناس. مثل ما الحرب بتطلع أبشع شي جوا الناس، عند غيرهم بتطلع أحسن شي.